الصفحة الرسمية للنيابة العامة على الفيسبوك نشرت امبارح الحلقة رقم 6 ضمن السلسلة الوثائقية اللي بتتكلم عن مسيرة ارتقاء النيابة العامة. خلينا نشوف مع حضراتكم الحلقة السادسة لتطوير التكنولوجيا ومركز البيانات. كانت من ضمن الحقائق التي ظهرت للنيابة العامة بعد نشر منظومتها الرقمية بدائرة نيابة استئناف الإسماعيلية ضرورة تطوير مركز البيانات ورفع كفاءته وقدرة استيعابه. الداتا سنتر من الحاجات المهمة جدا لتوفير أي خدمة داخل منظومة التحول الرقمي، وبالتالي الداتا سنتر كان مهم جدا تطويره داخل النيابة العامة، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات تم تطوير الداتا سنتر الأساسي اللي موجود بالفعل في النيابة العامة، وأيضا تم التفكير في بناء داتا سنتر جديد في النيابة العامة لاستيعاب التطور اللي بيحصل في النيابة العامة والانتشار الخاص بالتطبيقات على مستوى الجمهورية. والداتا سنتر ده هيكون الداتا سنتر الرئيسي، ويبقى عندنا داتا سنتر تاني للباك اب علشان لو حصل أي مشكلة ويكون عندنا يعني إدارة للأزمة، ولازم يكون عندنا أكتر من داتا سنتر داخل النيابة العامة لتوفير كل هذه الخدمات للمواطنين. بالنسبة للداتا سنتر الجديد اللي اتكلمنا عليه، الداتا سنتر الجديد ده مبني طبقا لأعلى المعايير الدولية في الداتا سنترز، وفي معايير معروفة على مستوى العالم في بناء الداتا سنترز بالتعاون مع وزارة الاتصالات. تم طلب ان الداتا سنتر اللي بيتبني في النيابة العامة بشكل أساسي لازم يتبع المعايير الدولية، سواء كان في البناء نفسه للداتا سنتر، سواء كان في المعايير الدولية اللي موجودة في حفظ البيانات، حماية المعلومات. كل هذه الأشياء تم أخذها في الاعتبار في بناء الداتا سنتر الجديد، والحقيقه وزاره الاتصالات بذلت معانا مجهود كبير في التطوير الخاص بهذا الداتا سنتر وبنائه، وان شاء الله نامل ان يتم افتتاحه في اقرب فرصه. بالنسبه للمركز الرئيسي الخاص بالداتا سنتر اللي موجود في النيابه، تم تطويره بشكل كبير جدا لاستيعاب التطور اللي بيحصل حاليا في النيابه العامه، وفي مجهود كبير جدا بذل من المدير الفني وايضا للفريق المهندسين اللي موجود معانا في تطوير البنيه التحتيه اللي موجوده في الداتا سنتر. تطوير الكهرباء، تطوير شبكه الكهرباء دي كانت مشكله كبيره جدا بالنسبه لنا في الداتا سنتر اللي موجود في النيابه العامه حاليا، تم تطويرها بالكامل بالتعاون مع وزاره الاتصالات، وايضا تم تطوير التكييفات والاشياء الخاصه بالحفاظ على عمل داخل الداتا سنتر. والمجهود حقيقة كان فيه مجهود كبير جدا مبذول من السادة المهندسين في هذا الإطار. مركز بيانات النيابة العامة الحالي هو تم تطويره على 3 مراحل. المرحلة الأولى هي تحسين برنامج أو منظومة العدالة الجنائية وتحسين طرق الاتصال بقواعد البيانات. المرحلة الثانية كانت هي تطوير ورفع كفاءة الكهرباء والتبريد. المرحلة الثالثة هي تركيب أجهزة عالمية من الشبكات وأمن المعلومات، وكان من ضمن التحسينات اللي تمت هو تركيب جهاز قاعدة بيانات جديد. تم التنسيق مع وزارة الاتصالات والعديد من الشركات العالمية والمصرية، ومنها الشركة المصنعة لأجهزة قواعد البيانات والتكنولوجيا المستخدمة فيها في حضور الخبير الرقمي للنيابة العامة. وتم الاستعانة بمجموعة من الخبراء المصريين والأجانب بأجرية تعديلات كبيرة على منظومة العدالة الجنائية، وصلنا به لحالة مستقرة للبرنامج. قدرنا نوصل لاستهلاك أحسن لاستخدام قواعد البيانات لقدرات أجهزة قواعد البيانات من 300% إلى 80% وأقل. والمرحلة الثانية من التطوير هي رفع كفاءة الكهرباء والتبريد، وتعتبر من الأمور الأساسية لتشغيل أي مركز بيانات. فإحنا تمكننا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وشركة الكهرباء من مد خطوط كهرباء جديدة خاصة بمركز البيانات، بالإضافة إلى وضع مولد كهرباء جديد وجهازين لمنع انقطاع التيار الكهربائي عن المركز، ومراقبة كافة الخطوط والمفاتيح من خلال شاشة خاصة. فدلوقتي مفيش احتمالية لحدوث مشكلة بسبب انقطاع الكهرباء بإذن الله. أما بالنسبة للتبريد فكانت المشكلة إن عدد الأجهزة في المركز الحالي كانت أكتر من مساحته، فتم بناء غرفة مجاورة وتم وضع بعض الأجهزة فيها كتوسعة، وتم رفع كفاءة سيستم التبريد بشكل عام. المرحلة الثالثة من تطوير مركز البيانات الحالي هي تحديث أجهزة قواعد البيانات وأجهزة الشبكات وأمن المعلومات، بالإضافة إلى أجهزة متطورة من أحدث الأجهزة في العالم، وخصوصا جهاز قواعد البيانات. وكان متبقي بعد تشغيله إجراء خطير وهو نقل بعض البيانات إليه، ومصدر الخطورة أنه لو حصل أي مشكلة أثناء نقل البيانات قد نتعرض إلى خسارة هذه البيانات أو لا نتمكن من استرجاعها. علشان نقدر نتفادى ده حطينا خطة وقعدنا فترة طويلة نبحث عن التكنولوجيا اللي نقدر نستخدمها في نقل البيانات، وبالفعل توصلنا لتكنولوجيا لدى الشركات العالمية. قدرنا بعد اختبارها لفترة طويلة والاطمئنان لنجاحها
ان احنا ننقل البيانات للجهاز الجديد بدون اي مشاكل. في النهاية نقدر نقول ان حجم التطوير اللي حصل في مركز بيانات النيابة العامة الحالي قدرنا بيه ان احنا نوصل النهاردة ان متوسط عدد حركات المستخدمين سواء من الاعضاء او الموظفين على كافة التطبيقات بيصل في اليوم الواحد لمليون حركة، وده رقم كبير يقدر يفسر لنا قد ايه مركز البيانات شمله تطوير كبير.